تزخر منطقة جنوب الجزائر خصوصا واحة تيميمون الأمازيغية ومدينة غردايا وأطرافها الواسعة بوادي المزاب شمال صحراء الجزائر بعدد من القصور الأمازيغية التاريخية المشيدة منذ قرون. انبهرت منظمة اليونسكو بالجمالية العالية لمعمارها وبقيمتها التاريخية والحضارية، فصنفتها تراثاً عالمياً، لا سيما أن إنشاءها يعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر للميلاد، وفي مقدمتها قصور العطف وغردايا وابن إزيق وابن نورة ومليكة وتجنينت وأتمليشت، وتجسد قصور وادي مزاب أبرز سمات الموروث الحضاري الثقافي لمنطقة تسمى محلياً إغزرغلان، ويلقبها المؤرخون بلاد الشبكة نسبة إلى شبكة الأودية المترابطة الفريدة التي شقها الأمازيغ القدامى من شمال أفريقيا نحو الجنوب الشرقي. وقد قال عنها المهندس المعماري الفرنسي الشهير لوكور بوزيه: إنها هندسة من دون مهندس، معربا بذلك عن انبهاره بعبارة تلك القصور، بعمارة تلك القصور الأمازيغية التاريخية العريقة. وتعد منطقة جنوب الجزائر ووادي مزاب معقل الإباضيين الأمازيغ في الجزائر، ورغم كل التحولات التي تشهدها البلاد ظل هؤلاء الأمازيغ محتفظين على هويتهم الثقافية والدينية والمعمارية في المنطقة إلى اليوم. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا أمازيغ تيوب التي تعنى بكل ما هو جديد في الساحة الإخبارية محليا ووطنيا ودوليا وبالثقافة الأمازيغية وآخر أخبارها. فتفضلوا بالبقاء معنا ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا.